أهلا بكم في موجز أخبار الآن في دقيقة. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم بعد اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. أكد الجيش اليمني أنه سيفتح جبهات قتالية جديدة بعدة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن كوريا الشمالية تريد إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة للحصول على ضمانات بشأن أمنها من واشنطن. في أخبارنا المنوعة، وجد العلماء قدرة غير معروفة سابقا في الميكروبات يمكن العثور عليها أيضا في أشكال الحياة الفضائية الغريبة المحتملة. بدأ إنستغرام باختبار تطبيق جديد للتواصل بالرسائل الخاصة يدعى دايركت مسجز، قد يحل محل ميزة الرسائل ضمن التطبيق الرئيسي. كشفت دراسة أوروبية حديثة أن نصف مستخدمي الهواتف الذكية تقريبا يفتحون أجهزتهم وينظرون إليها ما يعادل 4000 مرة في العام من دون أي سبب.